ولدت نيليلي كريم في 18 من شهر كانون الأول عام 1974 في مدينة الإسكندرية لأب مصري وأم روسية. التحقت بمدرسة البالي منذ أن كان عمرها 4 سنوات، ثم تدربت مع فرقة البولشاري وعادت إلى مصر وعمرها 16 عاما. تخرجت من معهد البالي بأكاديمية الفنون، واتجهت إلى الدراسات العليا في قسم إخراج فن البالي، ثم عملت راقصة بالي في الأوبرا عام 1991، وكانت إحدى أفضل راقصات البالي في دار الأوبرا المصرية. لفتت نيلي كريم نظر الفنانة المصرية فاتن حمامة عندما شاهدتها في فوازير رمضان عام 1999، والذي كان فكرة للمخرج أشرف لولي كتجديد للفوازير، فقررت اختيارها للمشاركة في مسلسل وجه القمر في عام 2000 ليكون أول ظهور لها كممثلة. أما بطولتها فكانت في مسلسل المستحي، قدمت بعده عدة مسلسلات أقل شهرة. ظهرت نيلي في أول عمل سينمائي عام 2002 في فيلم شباب على الهوى، إلا أنها لم تحقق الشهرة السينمائية المطلوبة إلا مع المطرب عامر منيب في فيلم سحر العيون. تتضمن قائمة مسلسلاتها كلا ألف ليلة وليلة 1999، ووجه القمر 2000، وحديث الصباح والمساء 2001، وانظر حولك وتبسم 2002، والمستحي عام 2002، والشمس يوم جديد 2003، والعميل 1001 عام 2005، ونسيم الروح 2008، وشاركت في مسلسل هدوء نسبي 2009، والحارة 2010، ونظرية الجوافة 2013، والمسلسل الكبير سجن النساء 2014، والذي ترك انطباعا كبيرا لدى المتلقي العربي، وسرايا عابدين 2014، وتحت السيطرة 2015، وسقوط حر 2016، وأخيرا في مسلسل لأعلى سعر سنة 2017. أما قائمة الأفلام السينمائية التي شاركت فيها نيلي كريم فتتضمن ما يلي: سحر العيون 2002، وشباب على الهوى 2002، وخروب موميا 2003، وإسكندرية نيويورك 2004، وحبك نار 2004، وغبي ما من فيه 2004، وفتح عينيك 2005، وإنت عمري 2005، وحرب إيطاليا 2005. وكذلك أدت دور البطولة في أفلام أخرى من ضمنها آخر الدنيا 2006، وأحلام الفتى الطايش 2007، وإحنا تقابلنا قبل كده 2008، وواحد صفر 2009، وزهايمر 2010، والرجل الغامض بسلامته 2010، وأنا بضيع يا وديع 2011، والفيل الأزرق 2013. تلقت نيلي كريم العديد من الجوائز خلال مسيرتها المهنية، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة الدولي للأفلام عن فيلمها إنت عمري، ونالت جائزة خاصة من مهرجان القاهرة الوطني للسينما المصرية عن فيلمها واحد صفر، كما فازت بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان آسيا والمحيط الهادي عن فيلمها 678، بالإضافة إلى نيلها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الأفلام العربية عن فيلمها 678. تزوجت نيلي كريم في تسعينيات القرن الماضي وأنجبت طفلين كريم ويوسف، لكنها انفصلت بعد ذلك. في عام 2004 تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا وأنجبت طفلتين وهما سيليا وكندا، وفي عام 2015 أعلنت عن انفصالها عنه. أما من حيث ديانة نيلي كريم ومعتقداتها وطائفتها الأصلية، فقد ولدت لعائلة مسلمة سنية. شكرا على حسن المتابعة. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.